اهلا بيك يا فندم في برنامج عين تلفزيون الحياه، منورنا. اهلا وسهلا، ميرسي جدا لذوقك ولتلفزيون الحياه. احنا طبعا يعني بقالنا فتره بنيجي وشايفين في مجهود كبير جدا، شايفين في انتاج كبير جدا، انتوا ازاي بجد قادرين تعملوا المعادله الصعبه دي؟ والله الحمد لله احنا ربنا يعني انعم علينا بوزير الثقافه فنانه فاهم يعني عارفه ايه الفنون والثقافه، عارفه ايه البيت الفن الفنون الشعبيه والاستعراضيه وقيمته الكبيره. اول لما اسندت لي المهمه قالت لي المكان ده مهم جدا فعلا. وانا نفسي ارجع زي الاول، قلت لها ان شاء الله هحاول ان انا يعني اكون يعني مع حضرتك ان انا نعمل حاجه للمكان، لان في الاول والاخر احنا خريجين الاكاديميه، بس انا ابن المكان واشتغلت في المكان، ف يعني انا شغال بتفاني لمصلحه المكان. اول لما جيت الحمد لله فتحت سيرك 15 ماي وعمل رد فعل غير عادي. كان نشتغل على مدار 30 سنة 35 ليلة عرض، احنا الحمد لله لغاية دلوقتي معديين 90 ليلة عرض في فترة 6 شهور ولا حاجة كده اشتغلنا فيهم في الفترة الأخيرة. حضرتك ما بتنامش أكيد صح؟ ما بنامش خالص والله. تقريبا مسرح محمد عبد الوهاب برضو الحمد لله كان بقاله أكتر من 4 سنين ما بين يتفتح شوية مشاكل، يعني حاولت ان انا ازال العقبات طبعا بتواجهت مع الوزيره، وطبعا كان معانا الاستاذ خالد جلال قام بدور كبير جدا جدا جدا، وكان قبلينا طبعا الاستاذ هشام عطوه كان حاول برضو ان هو بدا في البدايه مع مسرح محمد عبد الوهاب، لان هو كان البدايه في المرحله الاولى كان هو بداها، فالحمد لله يعني طلع بالشكل اللائق ده. غير العروض احنا داخلين مثلا في 7 عروض خلال 7 شهور، يعني كان القطاع الفني الشعبي بيعمل عرض او عرضين في السنه، ولسه في عروض تانية برضو مستمرين فيها وبنشتغل فيها، غير ان السيرك اشتغلنا لاول مره في 3 مواقع في مايو وفي جمصه وفي العجوزه هنا في القاهره في الجيزه يعني، فالحمد لله بنحاول وعلى قد ما بنقدر يعني. لو هتكلم حياتك على مسرح البالون وقاعة صلاح جاهين بأليس في بلاد العجائب وكينج كونج، تمام. 2 عرضين لكل أفراد الأسرة، تمام. يعني لو هنقول مثلا أليس مين لأطفال شوية، بس أنا شفت يوميها استمتاع من الأطفال والكبار. جميل. كينج كونج نفس الموضوع برضو، يعني هنقول شريحة عمرية أكبر شوية من أليس، بس يعني اختياراتكم ازاي للعروض دي؟ ان انتوا تبقوا عارفين تعملوا التركيبة الحلوة دي، وان انا ما شاء الله باجي بشوف طوابير الناس رهيبة برا، وان انتوا العروض بتدخلوا كراسي زيادة من كتر ما في اقبال كبير جدا من الجمهور. احنا الحمد لله ربنا كرمنا بعرضين متميزين هنا في مسرح البالون وفي قاعة صلاح جاهين. طبعا أليس في بلاد العجائب الحمد لله محققة أعلى إيرادات في تاريخ المسرح المصري، دي حقيقة مش كلام، تقريبا دلوقتي دخلت على 1,000,000 جنيه في الفترة اللي هم عرضوا فيها.